صباح الخير من جديد لكل مشاهدي قناة أوغاريت، وأهلا وسهلا فيكم بمحطتنا الحوارية الأولى يلي دائما بتكون عن الأرقام والحظوظ والأبراج. وبدنا نقول لسيدة وفاء حبيب أم علاء، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحك خير. صباحك مام، صباح المصورين، صباح كل اللي بالكنترول، وصباح كل اللي عم يشوفوا قناة أوغاريت. أهلا وسهلا فيك ست أم علاء. بداية خلينا نحكي عن مواليد اليوم 15/10، كل عام وهن بخير بالطبع. قبل ما ابدا بمواليد اليوم، ابني جعفر كان امبارح عيد ميلاده، بقول له ان شاء الله يا رب العالمين يعطيك الصحه وطوله العمر ويحميك وشوفك احلى عريس يا رب، ولكل العزابي بتمنى لهم عقبال المية يا رب، ويخلي لي انت يا رب العالمين واخواتك ويخلي اولاد الجميع. بالنسبه لمواليد 15/10 بقول لهم ان شاء الله عقبال المية، ينعاد عليكم بالخير والصحه. من مواليد اليوم في الطفل حيدر سلطون، بقول له ان شاء الله عقبال المية، ينعاد عليك يا حيدر، وتفرح امك الدكتوره كرم فيك يا رب العالمين وابوك. فبالنسبه لمواليد اليوم، سنه اجتماعيه بامتياز، طبعا تطال تاثيرات الوالد اذا كان الولد بنت او صبي اصغر من 18 سنه، فالسنه اجتماعيه بامتياز، فيها استقبال ناس من سفر او سفر بيسافروا مواليد 15/10، فيها مال لمده سنه كامله، فرص ماليه كثير كبيره، تواجد المشتري في العقرب عم يمنحه فرص ماليه كثير كبيره لمولود 15/10، اذا حد دعاك لسهره للتسالي كل السنه ما ترفض، اقبل 9 دعوات من اصل 10، لانه هي السنه كثير فيها تعارف، المعارف بيدعموك بيساعدوك بكل شيء بجميع امورك يا مولود 15/10. عندك بالنسبة لعامك الفردي، في بدايات جديدة، وجوه جديدة ستدخل حياتك، فيها ختم تصفية غربلة لجميع الأمور حتى تبدأ بشيء جديد، ينشط السفر بشكل كتير كبير، تعود علاقات من الماضي للظهور، بس فرصة ارتباط هاي السنة ما في. بالصحة ينتبهوا كتير من الجروح، الحروق، حوادث السير 7-8، كثير ينتبهوا جروح الحروق الحوادث بشكل عام والمشاكل، لانه هاي نقطه ضعفهم الرئيسيه لمواليد 15/10. طبعا بحياتهم هن ولا بد عندهم ارتباطين، بحافظوا على شبابهم ما بيبين عليهم الكبر، دعاء مستجاب عند هبوب الرياح، اي شيء بدهم يدعوا بس هبت الرياح يدعوا بيكون جدا مستجاب، ان شاء الله عقبال المية وتحققوا كل ما تتمنون. عام سعيد بتمنى لكم وعمر مديد يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب. أكيد بدنا نتمنى لكل مواليد اليوم أيام جدا حلوة وحظوظ حلوة إن شاء الله. بدنا نقول صباح الخير لكل مواليد برج الحمل. صباح الخير لكل مواليد برج الحمل. طبعا الحمل اليوم كتير حلو معه، عنده شيء له علاقة بالأولاد، الاهتمام بشؤون الأولاد مزدهر، مريح، مطمئن عاطفيا عائليا. نحن رح نحكي من 15 حتى 21، يعني ليوم السبت. بعدين عنده اعتبارا من بكرة مدة 3 أيام مولود الحمل، في شيء له علاقة بالعمل والصحة، إما له أو لأحد أفراد عائلته الصحة، طبعا قد يمرض أو يهتم بصحة مقربينه. عنده آخر 3 أيام فيهم فرصة ارتباط لقاء بشريك الحياة، ولكن المتزوجين واللي عندهم شركاء ينتبهوا من الصوت العالي من الكلام الجارح الذي قد يؤدي إلى مشاكل مع شركائهم أو لزعل، فيكونوا هادئين. وشو فينا نخبرهم لمواليد برج الثور ست أم علاء؟ صباح الخير لكل مواليد برج الثور. بالنسبة لمواليد برج الثور اليوم، عنده وانشغالات بأمور شخصية عائلية منزلية بكل ما تحمل هالثلاث كلمات من معنى. عنده 3 أيام رائعين جدا، مزدهرين، مريحين، مطمئنين، بيقطف ثمار جهوده، اللي حابب يسافر بيسافر. بعدين عنده 3 أيام في شيء له علاقة بشغل جديد، عمل جديد، تراكم أعمال، إنجاز للأعمال ضمن غمرة انغماسه بالعمل، لا تهمل الصحة، خصص وقت للراحة حتى ما ترهق صحيا. بدنا نقول يسعد صباحا لكل مواليد برج الجوزاء. صباح الخير لكل مواليد برج الجوزاء. طبعا الجوزاء اليوم كتير حلو، ناجح بامتياز الطلاب اللي عم يدرسوهم، واهتمام بالإخوة، بسفر الإخوة أو سفر يعني ذهابا أو إيابا، مصالحات إذا كان في زعل بين الإخوة، الاتصالات، التواصل، النجاح الدراسي، وبأي مجال خاضوا بيكون عنده نجاح. عندهم 3 أيام فيهم تعب، أعباء، ضغوطات عائلية لم تكن بالحسبان، محتمل مثلا سيدة المنزل، ست البيت، ربة البيت، انه بهالثلاث ايام اللي فيهم انشغالات بامور اعباء ضغوطات عائلية مثلا
تعزل البيت، ترتب، تشتغل، تنقل، إيجار، هالشغلات هاي بتشغلها. وربما مرض الله لا يقدر، يعني هالأمور هاي بتشغلها لمولود الجوزاء 3 أيام. آخر 3 أيام من الأسبوع كتير بحس بالأمان والطمأنينة العاطفية العائلية الراحة، كل أموره بتمر على خير ما يرام إن شاء الله يا رب. بالنسبة لمواليد برج السرطان ست أم علاء، شو فينا نخبرهم على الأيام القادمة؟ صباح الخير لكل مواليد برج السرطان. طبعا بالنسبة لمواليد السرطان عندهم اليوم مالي بامتياز، في عندهم قبض أموال، عندهم 3 أيام كمان كتير حلوين للحكي للطلب، رح يكونوا جدا أذكياء لهم. طلي يتواجد معهم من يصغرونهم سنا، اهتمام بالإخوة، محتمل إذا يلعب دور المصلح مولود السرطان. فقط آخر 3 أيام من الأسبوع كتير يدير باله على أوضاعه، وخصوصا الأوضاع يعني العائلية، أوضاعه الخاصة فيه، قد تحصل مشاكل أو أعطال أو يصير عنده شراء أو مشاحنات. كل هالأمور هاي، شراء عقار أو بيع عقار، كل هالأمور هاي رح تكون شغله الشاغل وبقمة أولوياته لمولود برج السرطان آخر 3 أيام. بدنا نقول صباح الخير لكل مواليد برج الأسد. صباح الخير لكل مواليد برج الأسد. طبعا مولود الأسد هو الأفضل والأكثر حظا بهالأسبوع، كل الأسبوع معه ممتاز للبدء بأي جديد، للانطلاق، للتغيير بالمظهر الخارجي، لكل شيء، يعني كل ما تود القيام به يا مولود الأسد استغل هالأسبوع أجمل استغلال لأنه رائع جدا. تماما. بالنسبة لمواليد برج العذراء، بعد التصبيح اليوم بالخير، شو بدك تخبرين عن الأيام القادمة؟ صباح الخير لكل مواليد برج العذراء. صباح الخير لك كمان. طبعا فقط اليوم شوي متعب عند مولود العذراء، يشعر ببعض التعب أو التأخير أو التأجيل، أو بينلغى له موعد أو فقرة أو برنامج أو شيء، يعني إذا كان عليك أنا ولكن أنه بينلغى لهم شيء كانوا حاطينه ببالي، واعتبارا من بكرة رائع جدا جدا جدا، وعندك قبض أموال وعندهم مواليد العذراء مال بكثرة. حلو. أما حظوظ وأرقام وأيام برج الميزان كيف رح تكون؟ صباح الخير لكل مواليد برج الميزان. طبعا أنا بقول له حاول تنجز أعمالك كلياتها اليوم، تخلص كل شيء بإيدك، إذا تسهر تتسلى، تقوم بالواجبات الاجتماعية، تستقبل ناس، تسافر، كله اليوم ناجح بامتياز حتى الليل. اعتبارا من بكرة عندك 3 أيام بدك تحاول تكون روتيني، لا تبدأ بجديد لأنه ما فيهم هالحظوظ والطاقة الإيجابية، بيتأخر وصول جواب أو بيتأخر ناطر مال ما بيوصل، تفضل البقاء بالمنزل، تشعر ببعض الوهن والتعب. آخر 3 أيام من الأسبوع بتنطلق بقوة كتير كبيرة لأنه طبعا الشهر شهرك. تماما. بالنسبة لمواليد برج العقرب، كيف الأيام القادمة بهالأسبوع لإلهم ست أم علاء؟ صباح الخير لكل مواليد برج العقرب. صباح الخير إليك زينة. سعد صباح. الله يخليكي. بالنسبة لليوم إنه عنده القمر بأعلى نقطة، عم يسلط الأضواء عليه بشكل كتير كبير، يعني بيكون منور ومضوي إما إيجابا أو سلبا، يعني إذا عمل شيء منيح يكافأ، إذا عمل شيء ما منيح أو حس إنه أموره ما نزابطة فيحاسب يعني، فكتير ينتبه، يكون واعي لكل حركة، لكل خطوة، لكل كلمة. هاي اليوم، لا بكرة وبعد بكرة واللي بعده ممتازين جدا 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 لقضائه بصحبة الأحبة والأصدقاء. لا ترفضي الدعوات، إذا حد دعاكم لسهرة، لتسلية، لمشاوير، قوموا فيها، لأنه عندكم آخر 3 أيام من الأسبوع بتشعروا ببعض التعب، رؤية غير واضحة، بنصحكم ما تاخذوا قرارات حاسمة بآخر 3 أيام من الأسبوع، منيح إني عطلة. صباح الخير لكل مواليد برج القوس. صباح الخير لكل مواليد برج القوس. طبعا القوس اليوم كتير حلو معه، عم يبكل مثلث ناري كتير حلو، فهيدا عم يعطي حظوظ لمولود برج القوس. عنده 3 أيام بدك تنتبه من تفشي الأسرار يا مولود برج القوس، من الخطأ، من مخالفة القوانين، لأنك مراقب ومنظور، وغلطة الشاطر بألف وتدفعك الثمن كتير غالي. آخر 3 أيام من الأسبوع حلوين كتير 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 للتعارف، للسفر، لاستقبال ناس من سفر، للزيارات، يعني يا أما بتستقبل ناس عندك أو أنت بتقوم بزيارات، لأنه حرام هال3 أيام أنه ما تستغلهم أجمل استغلال، كتير حلوين بالنسبة لك. بالنسبة لمواليد برج الجدي، صباح الخير لكل مواليد برج الجدي. طبعا اليوم كتير مناسب
للقيام بالمضاربات المالية، الحصول على مال من خلال قرض، من خلال قانون، بيلاقي حلول مالية لأموره أو حلول قانونية أيضا إذا كان عنده قضية يبت فيها بهاليوم لمصلحته. في عنده تحاليل صور شعاعية محتمل يعني يجريها له أو لأحد أفراد عائلته، إن شاء الله النتائج بتكون إيجابية. بدنا نقول صباح الخير لكل مواليد برج الدلو. صباح الخير لكل مواليد برج الدلو. طبعا بالنسبة لمولود الدلو اليوم بدهم ينتبه كتير مولود الدلو من القيل والقال الحكي، لأنه ناطرينه على غلطة الشركاء كتير أقوياء والمنافسين، فإذا عيط أو عصب مولود الدلو بتوصل الأمور معه ومع المحيطين فيه لطريق مسدود. بعض مواليد الدلو بيلتقوا بشريك الحياة. تماما. اخيرا لسه عنده 3 ايام بتتصلح الاوضاع، بيتلقى دعم مادي او معنوي او هو بيدعم الاخرين. اخر 3 ايام من الاسبوع ممتازين جدا 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 للسفر، للاوراق، للرومانسيه. تمام. بس اخيرا وليس اخرا، بس بنذكر مشاهدينا الاكارم بامكانكم التواصل مع ست ام علاء على 429 200. طبعا ست ام علاء وصلنا لاخر برج معنا لليوم، برج الحوت. شو فيك تخبرينا عن حظوظهم للاسبوع القادم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الحوت. طبعا بالنسبة لمولود الحوت اليوم عنده عمل وصحة، 3 ايام اللي بعد منهم يوم الشراكات بامتياز، قد يفسخ شراكات عملية وعاطفية او يوقع شراكات عملية وعاطفية. اخر 3 ايام من الاسبوع عنده شيء مالي قانوني استشفائي يطاله او يطال احد افراد العائلة. اكيد بدنا نتمنى التوفيق والنجاح لكل المواليد، وبدنا نقول لاول اتصال معنا بحلقتنا وبمشوارنا الصباحي لرانيا. صباح الخير. صباح النور. كيفك رانيا؟ اهلا. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. عن مين بدك تسالي؟ بس عني رانيا، اسم امي وفيقه، مواليد 21/8/1981. وسامر زوجي بيكون سامر. زوجي بيكون اسمه حميده، امه مواليد 1/1/1978. 72 78 78. تكرم عينك. إيه بس خليها حكي مباشرة لأني ما في عندي يعني. خليكي معنا على الاتصال الهاتف. إيه حبيبي. أوكي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. شو بدنا نقول لرانيا مع سامر؟ رانيا بنت وفيقة 21/8/81 مع سامر ابن حميدة 1/1/78. هلا بالنسبة لسامر ورانيا 25/32/40/41/41/45، أرقام متعبة مع بعض، كتير كتير متعبة. وسامر دائما يبحث عن نصفه الآخر حتى لو متزوج، والسنة عام الفردي وعام الفردي تدخل امرأة على حياته لسامر لتخرب له بحياته، وهي بتدخل امرأة لتخرب لها. بدهم ينتبهوا كتير، يعني أنا عم كون صريحة مشان يكونوا حذرين. وسامر يعني أي خطأ بالعلاقة الزوجية فهو بيحط الحق على المرأة، يعني على زوجته دائما. وعنده سامر ولا بد بحياته خطوتين عاطفيتين هاي السنة بالصحة، اثنيناتهم الحساسية الجلدية، في مشاكل كتير 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 وسببها امرأة، يعني بدهم يكونوا كتير حذرين. ما ضروري تكون الامرأة يعني انه حبيبة او شيء، لا، محتمل تكون تدخل امه وامه اخته اختها او امرأة من المحيط المقرب يعني تخرب لهم بحياتهم. فكتير بدهم يكونوا حذرين هاي السنة. هلا هي حظوظها كبرج يعني أفضل من حظوظ سامر بهالفترة. سامر بيشارك بحياته، بيقطع الشراكة، شراكة عملية، حتى هي ما بتناسب الشراكات أبدا. أنا بنصحها ما توقعي بفخ المظاهر، لأنه كتير هي بتحب المظاهر، الغنى والمثلا التجميل، المكياجات، هالشغلات هاي بتصرف كتير. فأنا بنصحك خبي قرشك الأبيض، إن شاء الله ما بيكون عندك يوم أسود يا رب، ولكن كتير تنتبهي وش على الآخرين أكثر ما أنه على حالة. أكيد بدنا نتمنى لهم التوفيق. ومعنا اتصال تحت الهواء أم علاء. هند بنت دعد 16/1/99. بالنسبة لهند هي طالبة جامعة، يعني مسجلة جامعة هاي السنة، تبرع بالدراسات العلمية كتير كتير يعني، وبتكون ناجحة فيها جدا جدا. 16/1 بس السنة يعني بدها تنتبه من التعب العاطفي والعائلي، بس التعب العلمي لا ما بيخوف عندها. بتحصل على شهادة فوق الجامعية بأرقامها، تبرع في الهندسات،
مثلا كل الهندسات، طب، صيدلة، هندسات، تجارة واقتصاد، هدول مجالاتها. وبتتزوج بعمر مبكر هند، ولكن اسمها بتعبها عاطفيا بعد فترة من الزواج. بيصير يعني بعد زوجي حتى لو متواجد الرجل، فأنا بتمنى تغير اسمها مع احترامنا لكل شيء اسمه هند. شو ممكن تسمي ولا بدها حسابات؟ بدها حسابات منشوف لها، لأنه الاسم جدا متعب عاطفيا بعد الزواج، بيأثر سلبا. ان شاء الله على الخير يا رب. ان شاء الله. عبير على الهاتف، يسعد صباحك عبير. يسعد صباحكي. صباحك نور. بس بدي اعرف عن سلوى بنت جميلي. ايوه. 19/1/74. 19/1/74. عن كل شيء. تكرم عيونك يا عبير. شكرا كثير لك. شكرا لاتصالك. الله معك. عبير عم تسأل عن سلوى بنت جميلة 19/1/74، شو فيك تخبري أستاذ؟ هلا السلوى، والسلوى تعني الطائر السمين، المن والسلوى مذكور في القرآن الكريم. فسلوى دائما بتتعرض كتير كتير بحياتها لقطوعات صحية كتيرة بحياتها، بتنجى منها على خير، بتجري أكثر من عمل جراحي، الشراكات ما بتناسبها، بدها تنتبه كثير من القيل والقال والكلام السيء في بحياتها، أرقام الوراثة ومشكلة نصح أو نحف بتكون، لأنه معرضة سمعتها للقيل والقال بحياتها كثير كثير، وأي شيء بدها إياه بتحصل عليه حتى لو كان الرجل. يعني أي شيء بتحطه ببالها سلوى، ولكن الاسم متعب وخصوصا صحيا. 19/11/12 سنة عندها بالصحة الحساسية الجلدية، وإذا كان عندها وضع صحي تنتبه حتى ما يفاجأ بلحظات حساسة. أنا بتمنى إذا فينا تغير اسمها تغيره، لأنه جدا متعب. معنا يمكن اتصال. معنا اتصال. ألو، صباح الخير. ألو ريم، بعدك معنا على الخط؟ فقدنا الاتصال يمكن. طيب معلاء، الحرف المناسب هاي الفترة شو بتنصحي؟ هلا الحرف المناسب لهي الفترة حرف الميم. أي اسم بيبدأ بحرف الميم؟ حرف الميم طبعا، والأسماء كتيرة كتيرة، يعني ما مثل غير أحرف، أسماء كتيرة بحرف الميم هاي الفترة. وأي حدا بيخلق يسمى بحرف الميم، بنت أو صبي، واللي أسماءهم تبدأ بحرف الميم هاي الفترة عندهم حظوظ جدا قوية. تقريبا كل الأسماء مثلا مي، ميس، لا ميساء، يعني حسب عدد الأحرف. أوكي، ما في مشكلة. هلا لا، مي هلا هي من الأسماء القليلة المؤلفة من حرفين. مي تعني الزهرة الربيعية، وتعني زوجة القرد، يعني شوفي معناتها ما انه حلو، بس الاسم كتير الاسم متعب جدا جدا جدا. انا ما بتمنى حدا، مع احترامنا لكل شيء، اسم المي بالحياة العملية والدراسية ناجحين جدا، اما بالحياة العاطفية متعب. طيب ان شاء الله على الخير يا رب. معي اتصال. ابتسام، يسعد صباحك. الو، صباح الخير. صباحك نور. صباح. بدي احكي مع ست ام علاء زبدري. سامعتك ست ام علاء، تفضلي. ابتسام بنت ورود. ورود. ورود بنتي. مواليد 19/1/1989. 19/1/1989. ايوه 19/1/1989. بدك تسألي عن ورود بنتك. ايوه. ورود في شيء ثاني؟ ورود بنتك. ورود بنتي وعلي، علي 5/1/91. 91. ايوه. في شيء غيره يا ابتسام؟ لا، يسلموا. شكرا جزيلا لاتصالك ويسعد صباحك. اهلا. ورود بنت ابتسام 19/1/89. هلا ورود جمع وردة، أنا ما بتمنى، بتمنى تغير لها الاسم لأنه جدا متعب، بعرضة بالحياة. 6/6/8/14/20/24، بعرضة لأكثر من خطوة عاطفية. الاسم بتعبة كتير كتير كتير، لأنه الوردة قابلة للذبول، فبتعبة بالحياة العاطفية، فأنا بتمنى تغير الاسم، مع أنه هي حساسة، عندها بتحمل أرقام الاستغلال، وهي كارما، نحن بنسميها كارما بغداد، يعني ضريبة بتدفعها، فهي بتدفعها على صعيد التشهير والفضائح والسمعة، كتير بدها تكون حذرة. والاستغلال، الاستغلال بشتى صوره ومجالاته. بنصحها أنا لورود تدخل غصن زيتون يوم 19/1 يوم عيد ميلادها، بيجيب لها كتير حظوظ بريحة. ولكن الاسم أنا برأيي تغيره، تختار اسم ما في حرف ألف. صحيح اسمها ما في حرف ألف، ولكن تكرار حرف الواو والوردة القابلة للذبول مثل زهرة والأسماء هي، فهيدا بيعطيها تعفى. أنا بتمنى تغيره، تحاكينا بالأسبوع القادم، تعطيني احتمالات، بختار لها أنا الأفضل. تماما. بعد في علي ابن ابتسام 5/1/91.
بالنسبة لعلي طبعا الاسم قوي جدا. علي حياته على سفر، ما عنده استقرار هون، بيسافر بحياته، يحارب على عقار، بيصير عنده قضية قانونية، يبرع في الجيش والقانون والتدريس وإدارة الأعمال والتجارة والاقتصاد، هذول مجالاته. ولكن هو عنده تغيير عمل، تغيير جذري، يعني إذا بيكون بيشتغل، وهي السنة ما أنا مناسبة أبدا لعلي، بكل شو ما اشتغل يعني ما عم يزبط معه، وبده يمتن كتير كتير علاقاته وأموره، لأنه كوكب زحل دخل على برج الجدي وبطاله تأثيراته بالسنة القادمة، فكتير يكون حذر يرتب أموره كلياتها، وإن شاء الله الأمور بتمشي بألف خير يا إن رب. شاء الله. أكيد بدنا نتمنى له التوفيق. ومعنا ريم. ألو ألو، صباح الخير. صباح النور. ألو، تفضلي ريم. اسمي ريم بنت نبال، مواليد 4/3/1989. 4/3/89. 89 بنت أيوة. نبال. أيوة. وزوجي نورس ابن سميرة. نورس ابن سميرة. ابن سميرة. أيه. مواليد 1/9/88. 1/9/88. بدنا نعرف عن الحظوظ بالمال تكرم عينك. عن كل شيء تكرم عينك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. شو بدنا نقول لريم بنت نبال 4/3/89 مع نورس ابن سميرة 1/9/88؟ هلا بالنسبة لنورس عنده غنى كتير 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 كبير بعد عمر 36، وتأتيه حظوظ فجائية من حيث لا يحتسب. هاي السنة عنده زيادة وزن، نقلة، تغيير من مكان لمكان، عنده هيدا الشهر مالي بامتياز، وإذا ما يعني في عنده حظوظ بالسفر، بالأوراق، للإخوة، للاتصالات، وإذا ما حصل على رزقه بالسنة الماضية فما قدم معه، يعني حظوظه جدا قوية هاي السنة 2018، إن شاء الله متابعة معه. ونورس ما بتناسب الشراكة، ولكن أرقامه من أوله منيح، أوسطه شوي متعب، ولكن بعد ضيق الفرج يعني الحمد لله بيكملوا مع بعض، أمورهم كلها بألف خير. ريم بتتعرض بحياتها لخطوتين عاطفيتين، هي حساسة كتير كتير، هيدا الشهر عندها أمور مالية قد حل من خلال القانون. أفضل الأشهر المالية عندها هي شهر آذار ونيسان وأيار بسنة 2018. إن شاء الله يا رب على الخير. معنا آخر اتصال اليوم من سوسن. يسعد صباحك صباح الخير. صباحك صباح نور. النور. كيفك هومان؟ تمام. كيف أهلا وسهلا ستم علاء. الله يخليك. أنا حكيت معك الأسبوع الماضي مشان أنا هيد. بس على أساس إنك تعطيني أسماء ما بعرف. هاي معناتها الموضوع اللي معنا. هو انا بدي اسال عن حالي. بس فيك تذكريها بتاريخ ميلادها؟ 20/1/2008. وانا سوسن بنت بدريه. 2/1/78. 2/1/78. ماشي، يسلم وشكرا. شكرا جزيلا لاتصالك سوسن. يسعد صباحك من جديد. بالنسبه لانا هيد، يعني لانه انا هيد وسوسن، مع احترامنا لكل شيء اسمه سوسن، الاسم متعب كثير، وانا هيد حتى ما تتعرض للتنهيدات والتعب، فينا تحوله لنور إذا حبيت، غزل، علا، غنى، هدول الأسماء جدا قويين وحظوظا قوية باستثناء اسم الأم. وغنى أنا برأيي لأنه عندها أرقام الاستملاك، فبيعطيها حظوظ مالية كتير كبيرة. إن شاء الله يا رب. أكيد بدنا نتمنى لكل المتصلين وكل يلي عم يتابعنا يعني حظوظ حلوة إن شاء الله يا شاء رب. الله بدنا يا نتشكر رب. وجودك معنا لليوم. يسعد صباحك أم علاء سيدة وفاء حبيب. وصباحك زينة، صباحك مع شكرا صباح جزيلا. كل اللي عم يسمعوا ويشوفوا قناة أوغاريت وكل اللي عم يتصلوا بتشكرهم، وبوجه تحية لعائلتي. أكيد. أهلا وسهلا. الله يخليكم.